كراناش الحقيقة حتى اللي رجع أخوه دري مزيان تبارك الله و كونديسيون فيزيك عندهم مزيانة كل شيء الحمد لله مزيان ما كراناش يرجع بلاصة الرحيمي مزيان بوست ديال الرحيمي خاوي يعطي إضافة مزيانة وإن شاء الله ما يكون الخير لرجع هو الحقيقة فيفا رجع ديما رجع أخوه احداد ان شاء الله يجي يعوض مالونغو واحداد كان في الرجاء ولعب لي السهل يلعب في الرجاء ونتمنوا يكون تعويض يعوض مالونغو في احسن يكون احسن من مالونغو ان شاء الله واحداد من اللعابه اللي زوينين وكنتمنى يلعب في الرجاء كاي لاعب وكيموت على التونس هو بحال ولد الرجاء صباح حامد حداد هو احسن صفقه هذا العام اللي غادي يلعب في بلاصه الرحيمي مالونغو اللي افتقدناهم هذا العام وغايديروا واحد المسيره ديالو مزيان هذا العام ان شاء الله وخاصنا بزاف د اللعابه ماشي حميد احداد خاص بزاف ديال البوستات اللي خاص الراجع بالفعل هو اللي غاي بلاصتي حيت هو اللي كاين دابا هذا حاليا هو اللي كاين دابا بالنسبه لحميد احداد وخاص مازال ماشي حميد احداد خاصين بزاف د اللعابه من الراي ديالي هو ان الراجع فهمتي غتولي متفوقه وتطلع منين جا عندها احداد ما تبقاش كما كانت فهمتي البلان مشاو ليها اللعابه بزاف كما مشى ليها رحيمي بزاف ديال الناس فهمتي البلان دابا غادي يجيبوا احداد غتولي الراجل ان شاء الله احسن الظروف ديالها ويولي كلشي مزيان بالنسبه للعوده ديال الحداد مزيانه مي ما يقدرش يعوض لينا رحيمي او لا هو مزيان كفريق الرجاء ولكن راه ما غاديش يعوض لينا بالنسبه لهذوك اللعابه بجوج هو مزيان ولكن ماشي كرحيمي ما بالنسبه للمستوى ما غاديش نقارنه مع رحيمي او لا مارونغو ديما رجاء ديما حداد كيبان لي يقدر يعوض المكان ديال مارونغو حسن حيت هو كيلعب هجوم مزيان هادشي اللي بان لي ونتمنى ليه التوفيق ان شاء الله واخا ما غاديش يعوض كيبان لي المكان 100% مي بعدا حسن كيبان لي ونتمنوا ليه التوفيق ان شاء الله ديما رجاء ديما رجاء